إعلان على تظاهرة كأس أمم إفريقيا للرياضات الجامعية اللي باش تنطلق يوم 2 ماي، باش تكون إن شاء الله الافتتاح بقاعة الرايد البجاوي اللي باش يكون فيه عرض فرجوي بمساهمة الطلبة الأفارقة، وكذلك موجود المعهد العالي للتربية البدنية في لوحات فنية موجودة، باش تكون الانطلاق تحت إشراف معالي وزير الشباب والرياضة، وتنطلق فعاليات الدورة هذه إلى غاية 14 ماي. تظاهر الرسالة فيها واضحة، هي أنه البعد الإفريقاني، ولا ننسى أن تونس هي التي أعطت اسم القارة الإفريقية لتونس أفريكا، ذلك طلب الأفارقة هما معناها أخوتنا وأبنائنا، وننظر لهم بنفس النظرة لباقي طلبة تونس أو طلبة الدوليين. احنا ايمانا منا بانه الطلبه الافارقه ما هم الا جزء من المنظومه التعليميه في تونس، يعني الامكانيات الكل متاحه قدامهم في ممارسه الانشطه الثقافيه والرياضيه، سواء من خلال النوادي الموجوده في فضاء المركز الجامعي للانشطه الثقافيه والرياضيه، ولا حتى في من خلال انتمائهم المختلف في النوادي الناشطه صلب المؤسسات الاكاديميه. باش ترافق طبعا النشاط الرياضي باش يكون هناك نشاط ثقافي يتمثل في بعرض وسهرات فنيه من تاثيث الطلبه. الضيف هذه الدورة باش يكون فريق من فلسطين. Nous sommes parmi les organisateurs de la CANUF, donc la Coupe d'Afrique des Nations Universitaires de Football, qui est une compétition qui va regrouper près de 16 équipes. Donc vraiment c'est un tournoi à grande portée. On va dire un tournoi international parce qu'on a la participation de nos chers invités, la Palestine. On aura le temps de véritablement prendre du plaisir autour du ballon rond et de pouvoir véritablement célébrer, d'accord, l'union ou la cohésion de l'Afrique pendant ce tournoi. C'est une fête de l'Afrique, c'est l'union par le sport de l'Afrique. إن شاء الله تأتي بأهدافها هو مزيد التحابب بين الأطراف الجامعية، مزيد تقريب الصفوف، وإزالة هذه الغشاوة اللي كل مرة يحب يستغلها البعض في الأزمات السياسية ليوظفها توظيف سياسي. إحنا الجامعة هي للعلم وللدراسة. C'est une initiative qui est très positive, très intéressante, surtout que cette fois-ci il y a des autorités publiques qui s'intéressent, des autorités étatiques. On a l'université de Sfax, on a le commissariat régional de la jeunesse. Le fait que ce soit l'État ou des institutions étatiques qui prennent à bras le corps cette thématique, ça montre qu'il y a une volonté collective de trouver des solutions de cohésion sociale et de traiter la question de la migration dans la ville de Sfax. Pour les étudiants subsahariens internationaux, l'association des étudiants africains va se charger de la mobilisation. On invite tous nos amis étudiants tunisiens de venir massivement sur le stade pour qu'on célèbre l'Afrique, pour qu'on célèbre Manette à le vivre ensemble, on célèbre la joie, le football africain. إن شاء الله جميع الظروف تكون ملائمة. شفتوا أنتم حضرتوا في الندوة الصحفية اللي نتصور أنه كانت على مستوى نجم نقوله مقبول، إن شاء الله كيف مش نكون واقفين من خلال تنظيم جميع المباريات. فما جانبهم برشا اللي هو جانب الطبي، جميع المشاركين قاموا باختبارات طبية من أجل إثبات الأهلية متاعهم في ممارسة الرياضة، وإن شاء الله نشوفوا عرس رياضي طالبي. لأن طلبة أفارقة مندمجين، ومنهم من أصبح اليوم وزراء في تشاد، ووزراء في النيجر، ووزراء في مالي، ووزراء في الكوت ديفوار. الهدف نتاعنا بتنظيم هذه الكأس الأممية هو أكثر محاولة إدماج الطلبة جنوب الصحراء اللي موجودين كجالية وجالية مكثفة في ولاية صفاقس، باش نعطوهم فرصة أكثر باش يكونوا مندمجين مع الطلبة اللي موجودين في صفاقس. براتيكمون الرزنامة حاضرة، ومرحبا بالطلبة الكل وبالإعلاميين خاصة اللي نورتونا برشا اليوم. هذه رسالتنا هو تونس أرض اللقاء، وصفاقس بلد التحابب بين كل أطراف ومكونات الجامعة، وخاصة طلبة الإفريقيين جنوب الصحراء.